ها لاس كيس ستورم ستورم لاس كيدات هل في عندك بروكير لاس كيدات باي كيف في بكتيريا ديل في العمل بين الضوء كيف في بكتيريا ديل في العمل بين الضوء بالغشاء بالغشاء مش اسمها ميزو ميزو صو في منطقة بالغشاء اسمها جدي ميزو صو بيقوم عم بلاش الضوء طيب شو حكم بقى بقى شو تاني مضيات عندي في اليوم عشان شو تقدر تقول ما فعشان يشتكوا في الصوت ريبو صو إذا الصوت عندك جيني ريبو صو مرات دكتور كو مرات دكتور بكيب بيشوف حد يطلع على معلومات ليش ترى لأن في معلومات مثلا تشد انتباه طالب في كيف الصوت عندك ريبو صو يعني شو الفكرة الفكرة الأولى إن ريبو صو هو اللي بيكون البروتينات فضروري لأي خلية معنى الريبوسوم هو واحد من الأساسيات بتاع أي خلية زي ما هي مش أساسيات ثانيات إنه يكون فيها دي إن إيه وإن الخلية حلبة شنو غشاء حلبة إيش غشاء يعني النواة ما هيش من ضمن الأساسيات النواة ما هيش من ضمن وبما أن الريبوسوم والغشاء من ضمن الأساسيات فالفيروس نقدر نسميه خلية ولا نقدرش نسميه خلية يعني فيروس سيلر ولا أسيلر أسيل كان عارف كلام مهم كلام أسيل اوكي باي شو الفرق ما بين الريبوسوم بتاع البرو والريبوسوم بتاع الكيلو قال الريبوسوم بتاع البرو صغير بتاع الكيلو خلاف كبير الارقام بتفطروها الريبوسوم كان قطعتين وحده كبيره وحده صغيره الكبيره قديش كان رقمها 60 والصغيره 40 مجموعهم قديش 80 ما شاء الله بدون ما تحفظ مجزز 10 نقص 10 يعني 50 30 سنة تمام طبعا هدايا من رب سبحانه وتعالى ان خلاهم في فروقات ليش ترى عشان المضادات الحيويه اللي في مضادات حيويه يمشي تفريق صوت اسمع لا لا قلت لكم واحده من الاساسيات هو الاسم شو معنى واحده من الاساسيات يعني لما يموت في حاجه تعوضها في حاجه تعوض السيل ممبرين لما يتكسر يدمر ما فيش شيء ولا في حاجه تعوض الدي ان اي لما يتكسر يدمر ما في شيء فتعلل البكتيريا صنع لها مضاد حيوي يمشي يدمر لها مناعه الريبوسوم بتموت البكتيريا ما بتموتش بقى ليش المضاد الحيوي ده ما يخدمش على الريبوسوم بتاع الخلايا البشريه لان في اختلاف في ايش في الحجم اختلاف في شيء في الحجم اختلاف في ايش اوكي في معلومه كده مش كده سنتها لكن مره هي كده في حاجه غريبه لازم نقول عليها شوي شوي اوكي بعد شو فرقات البنيات ما بين بروكار وبين يوكار من ناحية العضلية؟ قولوا لي حاجة موجودة في بروك موجودة في ميزو زوم ميزو زوم ده ما عنديش الميزو زوم هو بديل لمعظم العضلية فهو المكان هو عبارة عن فولد ان سيل ميمبرين فولد ان سيل ميمبرين يعني كلمة ان يكون عليه ان هو عضلية كلمة خاطئة يعني ما هوش عضلية حقيقة عبارة عن ثانية وين في السيل ميمبرين سموني الحاجات اللي يقدر يديرها الميزوزوم. قول شوف الحاجات. أول شيء يقدر يدير البناء الضوئي وأيضاً التنفس الخلوي. إذا نديش سيلولار ريسبيريشن. تمام؟ إذا أول حاجة يديرها سيلولار ريسبيريشن حاجة وكان بناء الضوئي فوتوسينثيسيس. سؤال الفوتوسينثيسيس هي ساكن ولا ساكن؟ صايد ايوه نسيت البكتيريا كده صايد اوكي حافظ لكم لغات بنات مهمات فيري امبورتنت مش لازم تيجي تقعد مش مرادين لكن لما جيت راجع اركز عليهم لغات بين ساكت ما بين ساكت انه والله من مجرد مشيت كنت حاجه فيهم بقى هو المكان اللي بصير فيه الباكجينج هو المكان اللي بصير فيه ايش؟ الباكجينج ده المفروض الباكجينج ما يصير بالضبط بده يكون جوا بدل شنو؟ بدل الكوتش. اوكي؟ ف هذا ما اول فرقات ما بين بروكاريوت وما بين الديو فعلا. سؤال بس كي دوشه زايده، لو قلت لكم الفلاجيلا في البرو بتكون هلبه في الديو شو بتكون؟ شوي. الفلاجيلا في البرو بتكون هلبه في الديو شو بتكون؟ شوي. ايش معنى الفلاجيلا؟ حد يعرف؟ الاصوات اللي تتحرك بين الخليه. في البرو بتبني هلبه اصوات، لان الخليه واحده في الغالب بتبني تتحرك زي البكتيريا. تمام لكن في الايو مرات تكون خلايا جسم الانسان جسم الانسان محتاج فلاجيلا اوكي اذا في الغالب الايو شو بيكون فيه سنجل فلاجيلا سنجل ايش فلاجيلا
الفروقات هذه من المواضيع الشيء الرابع. تعرف الفروقات من ناحية إيش؟ المادة الميراثية من ناحية الدي إن إي عند الآر إن إي رو وإي سموه الفروقات بين رو وإي ناحية دي إن إي وناحية آر إن إي. شوف معنا بروكاريوت و إيوكاريوت من ناحية المادة الوراثية شوفوا معنا قال ناحية المادة الوراثية هي ما عندهاش نيوكليار ميمبرين ما عندهاش غشاء يحيط بإيش؟ بالنواة ما عندهاش غشاء يحيط بشنين؟ بالنواة هذه عندها هذا بقى شو الثاني؟ هذه ما عندهاش نيوكليورس وهذه هذا لو تفكروا النيوكليورس كانت عبارة عن دنس ايريا منطقة دنس كثيفة من الريبوزوم ال ار ان اي وكانت هي تصنع شنو في ريبوزوم كانت تصنع في ايش؟ ريبوزوم اوكي اسمع ترى سؤال بس لو مثلا لقيت اكثر من نيوكليورس هل بالنيوكليورس داخل نوع معين نوع تكون كبيرة مع النيوكليورس ايش دليل على ان الخلية دي الخلية؟ لو قلت اكثر من نوع الخلية دي تصنع في هلبة شنو؟ هلبة بروتينات تصنع فيها هلبة بروتينات ليش؟ لأن النوية هي اللي تصنع من الريبوسوم اللي تصنع من إيش؟ بالظبط تمام؟ بس سؤال لما نلقي هلبة بولجي لا جوجي جوجي مش اسمه دليل على الخلية دي فيها ما انا بيجي تحط معاها لما نلقى هلبة ميتوكوندريا دي على دي خلية خير لما نلقى هلبة سموت اندوبلازم كونتين دي على خلية خير لما نلقى هلبة فرف اندوبلازم كونتين دي على خلية خير لما نلقى هلبة لايسوسوم دي على خلية خير يعني كل عضي عنده حاجة مميزة لما نلقى منها هلبة عن خلية تتميز بالحاجة دي مثلا لما نلقى هلبة جولجي معناها الخلية هذه إفرازية وظيفتها إيش؟ سكريجي وظيفتها جميل سكريشن تفرز هلبة اوكي اذا لما نلقى الخلية فيها هلبة جولجي معناها الخلية هي خيرها وظيفتها ايش؟ سكريشن ليش قلت سكريشن؟ لان جولجي وظيفته هو افراز ولا يدير باكجين ويطلعها في ايش؟ في الوصلة باقي سؤال لما نلقى الخلية فيها هلبة مين تكون تري؟ لان الخلية هي خيرها من نشاط هلبة زي ما هي مثلا بجسم الانسان عضلة ومن ثاني خلايا القلب محتوى عضلات الحباء خلايا الليفر خلايا الكبد تمام خلايا الكبد تلقى فيه مش هلبة من كل الجباء خلية فيها هلبة سموت يعني خلية وظيفتها ايش؟ الداشن الليفر تمام او ممكن خلية تكون وظيفتها ايش؟ وظيفتها الوظيفة الثانية سموت هي يا ترى مش الوظيفة الثانية سموت وظيفة الثاني السموت انه هو يجيب عملية اسمها ازالة السمومية دي توكسيفيكيشن هنا ولا؟ خلية فيها هلبة رفض اندوبلازم كونتينيوم معناته خلية خلية بروتينات فهمتوها كيف؟ ترى انا هقول جزئية فيها هلبة جولجي معناته خلية ايش تدير؟ دير سكريشن فيها هلبة سموت معناته تنتج فيها هلبة شنين؟ دهون اضافة اللي ممكن تدير في شنين في دي توكسيفيكيشن اوكي؟ برايك برايك طبعا احنا في اخر شيء يعني المفروض اغلب المواضيع فاهمينها صح انتم مش مفكرين لكن انا قاعد افكر فيها شويه بس توا وين في عندي طبقه دهنيه وشمعيه وشوف زي ده عندي مكانين فيهم طبقه دهنيه وشمعيه ثلاث اماكن ثالث اسمه الجول باهي ومن المكانين اللي احنا مركزين عليها طول الكوسه شو اسمها؟ اسمها طبقه كيوتي في واحده ثانيه كازباجستان بعد كده موجودة حول مني البداية بس معناها البداية بس عندها هلبة مني سموت عندها هلبة جيني سموت إن أول بنت جيني دول باقي وين نجوع تاني كسبان سريب في الهندو معناها الهندو دير بدرجة عندها هلبة عندها هلبة جيني سموت تمام التالتة فكر في الترايكوس شعرية
ترايكومز. شيء ثالث حاجات الخطاب من شيء ثالث ترايكومز. ايوه ها لا 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 كيف الزايد اول سلمة قلت زايد ولا زايد زايد لا مش الزايد لما الزايد يضرب يضرب سنة وشني بالضبط حول الساق حول ايش ليف الشعيرات مش شعيرة جذرية لا الشعيرات من برا تمام الشعيرات من برا كانت واحدة مضيفة من جو شيء اويل ماتيريال اويل ماتيريال يعني زيت ولا يعني دهون ولا دهون دهون كيف كانت الاويل الشير يا اما لغرض تخلي احيانا يهرمونها يا اما لغرض شيء الاتراكشن تمام لما غرض شيء اتراكشن ذكركم تفكروا قبل في الشيء الاول شيء الاول قبل سنه كلها باهي اي سنه بقول لك باهي الشيء الاول كانت في كائنات اسمهم او نباتات تاكل في الحشرات انسكتيفيروس تمام زي البكشر وزي الدراف لايف مش عارف شنو المهم هذا كل مكان يشبه الحشرة عن طريق الاويل ماتيريال اوكي فاي بفهمكم ان كل عضي حيعطي ميزه للخليه ميزه الميتوكوندريا تخلي الخليه خيرة نشط فنلقاها في الخليه ايش؟ نشطه ميزه الجولجي انه يعطي الخليه قدره على الافراز يعطي الخليه قدره عشان على الافراز نلقاها في الخليه خيرة في الافرازات هلبة سموث ليبيدز النيوكليولس النيوكليولس و الريبوزوم قدرة على شيء على تكوين إيش البروتين قدرة على تكوين إيش البروتين نشرح الموضوع ده هذه هي الكلورس اللي عند هذه هي ما عندناش ليه ما عندنا الكلورس تعال نتكلم على قصة الكروموسومز هذه عندنا سيمبل سيركولا كروموسوم ودي عندها مالتي مطبل ليه يا كروموسوم سنجل سيركولر والثاني كده مطبل ايش لينير كروموسوم الثاني ايش مطبل لينير كروموسوم تمام شو معنى سنجل سيركولر كروموسوم ودائري مطبل لينير هلا وخطيه هلا وغيرهم وخطيه اوكي بقى شو الثاني؟ قال لي الدي ان اي هنا يا الدي ان اي دي ان اي نوت هاف هيستور وهنا يا الدي ان اي رابد اراوند هيستور قال الدي ان اي الدي ان اي اوكي في الايوكاريوت طويل هذا معبي هالجينات ما بيجي هلبة جينات عندك الايوكاريوت ميني جينز عندهم ميني جينز اما في البروكاريوت فيو جينز في شويه جينات باهي من هو في هذا الجينات يعني بيكون طويل هلبة فلما بيكون طويل هلبة لازم تلفه ما اسمه لو ما لفتاش يتخبى في بعضه لا شو اسمها التخبيله في بعضه سوبر بوي يسمون فيها ايش؟ سوبر كوين سوبر كوين يتخبر في بعض زي تخبير السماعات في بعض شو اسمها؟ سوبر كوين زي تخبير السماعات بالضبط اوكي فالسوبر كوين هذه باش نمنحها باش نمنحها في الايوكال تحديدا اخذنا هيستور روتين ولفيناها زي ما تلفوا في الخيط بتاع الخيط هذا على الليفه دي ولا باش غير ايوه تشري نصف وقت تستحق الخيط تقدر تفكها وتستخدمها ولا بدون ما يبدا الخبر فاهم وتكفي بشويه ويا اما تقص ويا اما تدير هذا هو اللي باع هي في اي ولا في البرو؟ اي ليش في البرو ما بيعش؟ لان خيرها بشويه شيء بيكون طوله شيء قصير بيكون طوله ايش؟ قصير بقى جميل هذا هو موضوع السهلات قال لي الايو عندها حاجه اسمها نيوكليوسوم نيوكليوسوم شنو هي نيوكليوسوم؟ قال لي عباره عن سنجل هيستون راب او هيستون اند دي ان اي تحديدا 168 بيز بير الرقم ده يكون هو السي بي فممكن معلش معنى
350 بيت نقول بعد ايش معناها فمش فاهمينش معنى بيز ثاني بكره بالضبط. لكن اسمعنا اللي في الاستور شنو ضافه؟ طرف الاستور ملفوف عليه شنو؟ بيز يعني قصدي هو في اكثر في ملايين الاستور كل طرف ملفوف عليه ايش يسموه فيه؟ نيكليو سول جزء نيكليو سول لا يمكن برو ولا يمكن شيء ليش؟ مفيش سول مفيش سول إذا في برو شيء مفيش إذا مفيش لي سول مفيش إيش سول تمام؟ إذا شنو هو السول؟ السول عبارة عن روتين بتلف على خيط من ديني بتلف على خيط إيش ديني أوكي الخيط الديني هذا لما تلف على السول شو يسموه فيها كلمة قطعة ديني نيكليو سول. إذا نيكليو سول عبارة عن طرف الستون ملفوف على ايش؟ ديني. بعد الضغط بنور الضغط لا ايش؟ ما فيش الصف ما فيش شيء اسمه اوكي؟ بقى اسمع الماده الجرافيه اللي موجوده في البرو هل هي انكلوزد؟ شو معنى انكلوزد؟ مغلفه يعني. هل هي مغلفه الماده الجرافيه؟ ولا سائحه في السيركل؟ مش مغلفه ليش؟ عندناش نواة البرو يا جماعة عندنا نواة عندنا غشاء نووي المادة الرياضية مغلفة ولا مش مغلفة؟ فهي وين موجودة المادة الرياضية؟ تشرد عادي موجودة في مكان واحد اسمه نيوكليون شو اسمه؟ نور نيوكليون نور شنو؟ نيوكليون موجودة في مكان واحد اسمه نيوكليون مش جديد المادة الوراثية اللي موجودة في البروكات غير محاطة بغشاء غير محاطة بشيء بغشاء تمام غير محاطة بنيوكليار المادة الوراثية هذه قالت موجودة في مكان واحد كذا في مكان واحد تمام يعني مش بشرط على السيتوبلازم لا موجودة في مكان واحد شو اسمها المكان هذايا اليوم شو اسمها المكان هذايا بلاك من اي وقتها عارفين ليش معناها انا لا عند شيء من الأول عندنا نواف خاص بيجيبني بقى ترى ما يجيب الحاجة في المزال لا المزال شوف زاد في بلازمي فكروا فيه بلازمي كنا قبل محاضرة كانوا شايفين شو بلازمي؟ يا أخي المحاضرة قبل اللي فاتت أيوه بعد كونجيكيشن ترانزدكشن ترانسفورميشن بقى شنو هو بلازمي؟ سيرفر على الترانسفير لازمي شوف تعريف العامل المزيد معني كتبه قبل عمبو ركزوا معنا اكسترا كرومو سومال دي ام اي ريسبونسبل فور انتيبيوتيك ريزيستنس مسؤول عن المقاومه ضد الانتي بايو المقاومه ضد المضادات الحيويه من هذا لازم لو عندي خليه بكتيريه عملي منطقه فاديه شو اسمها منطقه فاديه دي نيكليوم شو اسمها نيكليوم اوكي بينما حنجد بالجهه الثانيه قطعه صغيره قطعه جينيه صغيره يعني بس كبير وصغير صغير هذا تمام يعني يوصل ل 100 بيز بيرنج بس 100 او 200 بس بيز بيرنج اوكي بقى شنو هو هذا عباره عن دي ان اي برا الكروموسوم دي ان اي برا شنو كروموسوم اوكي شنو وظيفه الدي ان اي هذا يدير حمايه الخليه ضد شيء ضد الانتي فيروس ضد شيء الانتي فيروس اوكي في اي سؤال قدامك تمام في اي مشكله كلام معاك يا معاك كلام صوروا بعدين صوروا ناخذ حاجه مهمه دور كيف الدي ان اي كيف الماده الوراثيه
لا لا ما تسمعني شو شو ديني وغارني مواد كبيرة مواد كذي ماكرو مواد يسمو فيهم ماكرو كلمة ماكرو معناها مواد تتكون مواد صغيرة يعني هو جزيء كبير بتكون جزيئة شنو صغيرة يعني هو بوليمر ولا مونيمر لا معنى مونيمر مش معنى بوليمر يعني حديد مونيمر يعني حديد فهو بوليمر بوليمر كان هو طالع بوليمر بوليمرز بوليمرز أو نيكليوتيد نيكليوتيد صوتي تمام بوليمر أو نيكليوتيد بوليمرز أو نيكليوتيد إذا مستوى دي إن هي سواء عبارة عن شنو؟ بوليمر أوف نيوكليوتايد شنو نيوكليوتايد هذا موضوع نفسه الأساس تمام؟ ماكرو موليكيول ماكرو إيش؟ موليكيول إذا الـ DNA بوليمر من حالة اسمها شنو؟ نيوكليوتايد كيف بوليمر من حالة اسمها نيوكليوتايد؟ سهلة بسيطة شنو؟ الأحماض الأمينية مش لما تتجمع تكون بروتين السكريات الأولية جلوكوز وفكتوز وغلوكوز لما يتجمع يكون الستارش والسليلوز ولا تكون قوات كبيرة ولا الفاتي أسيد الدهون هو الجلسترول لما يتجمع يكون دهون كبيرة ولا خلاص الدي إن إيه والآرنين اعتبرهم ستارش ويكونوا جزيئات صغيرة زي الجلوكوز شو اسمها جزيئة صغيرة هي؟ نيوكليوتايد شو اسمها؟ نيوكليوتايد نيوكليوتايد إذا النيوكليوتايد هي الوحدة البنائية لبني تركيبة شنو؟ الدي إن إيه يعني لو تتجمع هذا الكتاب جنب بعض حيطلع لي ماني؟ دي إن إيه أو آر إن إيه تمام؟ إذا هي ستراكشر أند فانكشن يونت أوف شنو؟ دي إن إيه بقى النيوكليوتايد هي نبو تركيبتها نبو نعرف التركيبة ستراكشر بتاع النيوكليوتايد نبو نعرف الستراكشر بتاع النيوكليوتايد ركزوا بالله ستراكشر للنيوكليوتايد شوفوا معي ستراكشر تاع النيوكليوتايد ثلاثة حالات كيف ثلاثة حالات؟ قال وقت أن نشد النيوكليوتايد حنلقى كم حاجة فيها؟ ثلاث جزيئات كم نلقى فيها جزيئات؟ ثلاث جزيئات أوكي الجزيء الأول عبارة عن سكر شو قال؟ السكريات هذه هلا تعرف عندكم لا في الكيمياء ما تجيبوش سكريات وتاخدون صباح لا سنقول عن شيء لكن السكريات دي ما يناسبوا فيه على درجة الكربون يديش فيها درجة الكربون السكريات وهذه كيف بزوجها السكريات يقسموا فيه على درجة الكربون طبعا اقل سكر لازم يكون فيه ثلاثة درجة الكربون اوكي وفي اللي فيهم اربعة وفي اللي فيهم خمسة وفي اللي فيهم ستة وفي واحد بس في سبعة اوكي السكر ايش اسمه جلوكوز ايش بدك تقول ستة بناء ال بناء بناء ايه فكر فيها لا ما زمنا نص ده وفات في الدراسة لا لكن الشجر الحق 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 يعني البي في النيوكليوتايد خمس البي في التاجرين خمس تمام بعد واخدين اكسجين اوكي اذا الشوكه زيت هو شكل الشوكه زيت هو شكل هو خمسه اجزاء بس مش خمسه كربون اربعه بس كربون خمسه كربون خلال 12 اربعه على الارض هذا هو الشكل هذا هو الشكل الخامسه كلها زائد السي 5 كلها زائد خلال الارض من اخذ مكانها اوكسجين انت مكانها اوكسجين اوكي باك جن بس ست كم من الكتايد لا من المنزل دوما أول شيء حدوا مكان الفوسفين حدوا مكان شنو الفوسفين الفوسفين ده تبقى درجة خمسة ركب درجة كم خمسة فوسفين ثلاثة ركب درجة كم خمسة أوكي إذا وين هي الفوسفورايليك الكربون أتوم خمسة وصفه بوس هو رايليتد اتوم اوف كاربونز من هي الاجابه رقم كم خمسه خمسه اذا هي الذره يلي تكون فوسفورايليتد رقم كم
خمس. بعدين تجيب لي سوى ما في مكان. أنا ده بتوقف. أول شيء. لا لا. في هذا ما كلهم نور متغير. ما يجيش. لأن عندي كم واحد. ريبوس. لكن نيتروجين بيس ممكن يكون دي ان ممكن يكون ادينس ممكن يكون ممكن سيتوسيس ممكن يوسيس ممكن تايا مين اذا من هو الفاريانت تايب او الفاريانت كومبوننت شو معنى الفاريانت فاريشن معناها اختلاف فاريانت معناها غير المختلف يعني كل مره نجيها بشكل من هو الفاريانت تايب نيتروجين بيس اول كلمه عليها هو السحابه دي المهمه بالنسبه للسحابه أول كلمة هذا خلاف variant part. ثاني حاجة هي functional part. هي functional إيش part. ما functional part. من وين structural part؟ شغل. من وين acidic part؟ phosphine. من وين functional part؟ nitrogen base. من وين structural part؟ شغل. من وين acidic part؟ صار هذا كله. بعدين نركب هذا هو الجينوس. قال يا جماعة هل أنت تتكلم على دي إن إيه ولا أنت تتكلم على آر إن إيه؟ بعدين ما أقول لك أول نتكلم على آر إن إيه. خلاص حط لي الجين بيز واحدة عن ضرب واحد. ما تكترش أكتر. لو نتكلم على هذا كلام كله. لو نتكلم على RNA او فري نيوكليوتايد شو معنى فري نيوكليوتايد معنى فري مش معنى حره يعني ما هي تراب مربوطه في دي ان اي ولا مربوطه في ار يعني تلف في السيتوبلازم الواحد قصدك موجوده هي تلف يلف هو السيتوبلازم الواحد تمام بقى اذا لو نلقاها في دي ان اي او نلقاها في ار ان اي او نلقاها في فري قديش بتجي بيس واحد وين وردة؟ تعال في الكرة الثانية قالت حتلقى فيها هيدروجين و او اتش حتلقى فيها هيدروجين و او اتش حتلقى فيها هيدروجين و او اتش هذا دي ان اي ولا ار ان اي نفس الفكرة هو؟ ار ان اي ار ان اي هو صح نكمل الرسم كدي ان اي لكن كلام اللي تو قاعد تمشي هو ار ان اي شو السبب ان ار ان اي؟ قول لي تو قديش عندنا هيدروجين بيز؟ وين راكبة؟ بقى على الدرة الثانية شو في عندي؟ هيدروجين او ايش؟ من هنا هيدروجين دكتور بس بحط على اكسجين روح تحت صبر بقى قال لي اختار اللي قبل مش عارف اللي بدي اياه طب اللي بدي اياه تو بس اللي بدي اياه بقى خلص انا مش عارف نطيروا الهيدروكسيد والاكسجين او الاكسجين من الدرة وركبوا بدل الهيدروجين بيز وركبوا بدل الهيدروجين بيز اذا كم عندي الهيدروجين بيز في الدي ان اي على النيوكليوتايد كم واحده اثنين لو لو الركبه واحد والثانيه اخذت مكان بني لهذا هو اسمه دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد مش ريبونيوكليك اسيد مش ار ان اي هو اسمه شنو دي شو معنى دي ناقص اوكسي اوكسجين لان كانت في او اتش هاي مسكينه او هيدروكسيد او اوكسجين تبقى اوكسجين وطارت وما خدا مكانها نيتروجين ما خدا مكانها نيتروجين اوكي ما خدا مكانها نيتروجين بس تمام اذا مش الاوكسجين اللي هنايا هي اللي بتطير هذه اساس في تركيب السايكل هذه لو طارت السايكل كلها حتتفكك وحترجع شيء شيء اوكي اذا اما اكسجين حطيه ننضرب كم؟ اثنين كم تتباهش دور اللي حبيت يكون في جدول بعد في المقابل الدنيا وبين ار ان اي واحده واحده بس لازم نفهم الدوز باه جميل جميل سو بيت ناكس كل دور ما يجيش بيز على اي اساس عنده اثنين اكسجين ولا هيدروجين ولا كربون ولا هيدروجين هيدروجين قال لي نيتروجين بيز هي ممكن تكون وممكن تكون هذه ممكن تكون وممكن تكون هذه ممكن تكون يورين
أو غيره. وهل هي كذلك ممكن تكون يوري أو غيره؟ فيها مشاكل؟ بعد يوم ما تحط الزوز بيوري عاد الزوز بارمدي عاد وحدة بيوري وحدة بارمدي عاد اللوطية بالتالي بيوري بالفوق يا بارمدي عاد بقى بالعكس عاد كيف تبنون؟ تمام؟ أهم شيء حتى أنا وحدة أبنى هذا ديني ولا أرضي؟ ديني هذا اللي هو؟ بلا وكان أرضي عند خيار واحد رقم واحد يدخل فيها بيوري يا بارمدي جميل بقى تو قولوا لي احنا درسنا على مكان الارتباط في جهه الريبوز في جهه الشجر ولا لكن ما قلناش وين مكان الارتباط في جهه النيوكليوتايد قال لي لو كانت بيوريد هتضغط عند الذره رقم 9 ان 9 ولو كانت بايرميدين هتضغط عند الذره رقم 1 ما يكون 9 ولا 1 يا جماعة الريبوز شجر الشجر هدايا الشجر هدايا عدين أما دورات فيه من هم من هم كانوا قلنا الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة طلع عشان كلهم مجددات في السويد ولا بس لما جينا نيتروجين بيت اللي هم يورينو بقى نجيب من بعد نيتروجين تمام باهي ليش الدكتور قلتوا لي كربون ليش بدون نيتروجين؟ أنا بغير غير هيدروجين من دين أكسجين. لا ما هو هذا ما هم الأساسيات اللي بيصير عليهم شيء الربط. هم اللي بيصير عليهم إيش؟ لما بيجي نربط نربط عن طريق الأكسجين. نربط عن طريق الهيدروجين. نربط عن طريق الكربون هنا. وأنا عن طريق مالين نيتروجين. بهي نجح الريبوز. أما الكربونات ربط عليهم واحد واحد اثنين. بهي نجح النيتروجين بس. بتوقفهم. لو كان يورين رقم كم؟ تسعة ولو كان بايرن دي رقم كم؟ واحد حفظ مهمة هلا فيري امبورت ما كانت الامور جميلة جدا والشيء مش داخل في الامتحان شو ما ممكن دخل شيء في الامتحان ربي يا ربي يا ربي اي والله طيب اسمع جميل جميل بما انكم واخذينها في الزوجة تستفيدوا من حالتنا يعني كأنها مراجعة بالزوجة خذينا ولا بالزوجة ايه هذا معنى شنو هذا وشنو هذا
هذا نيكليوتايد وهذا نيكليوتايد، هذا نيكليوتايد وهذا نيكليوتايد، لكن هل هما في نفس الخيط ولا في خيط مختلفين؟ في نفس الخيط. يعني لو جاءنا مثلا عقيدة قياس المهم هذا نيكليوتايد هذه وهذا نيكليوتايد مربوطات مرابطة يعني عن نفس الستراك ولا مش من اوبزيت ستراك ولا نبنيها نقسمها رابطة الرابطة هذه يسموا فيها فوسفو دايستر بوند فوسفو دايستر بوند شو اسمها؟ فوسفو دايستر بوند رابطة بين من وين هي؟ بين الفوسفو بين الكربون الثلاثة ومجموعة الفوسفات في الامتحان لو جابك بين ثلاثة وبين خمسة كله صح لو جابك بين ثلاثة وبين خمسة كله شيء يو ار رايت صح أو بين ثلاثة وبين شيء فوسفات بس اسم الرابطة هو اللي بيجيب لك الامتحان شو اسمها؟ فوسفو دايستر بوند لما بعد كلمة صغيرة يا شباب الكلمة شنو هي؟ إن الفوسفو دايستر بوند هن تو نيوكليوتايد ات سيم ستات واضحة دي رايح يربط زوج نيوكليوتايد نفس الشيء مش اللي قبلت بعضهم لأن نفس الخيط شو اسمها الفوسفو دايستر بوند بلا هيك بنكتب بالنسبة طيب وحدة قوية قوية هلبة كوفلنت بوند دي كوفلنت سترونج بوند كوفلنت سترونج شيء بوند ما هو كوفلنت بس أمي أين أبوي بس أمي ولا تسامي ولا تيني Thank you.
تمام. لما نحن نتصل بشكل رئيسي
صم جامد. بس هذه مهمة هلا. الدي ان اي نقدر ندير منها قوي. وصلنا على اليوم. بس الار ان اي ما يرجعش دي ان اي. اكسبت. انا عندي نقدر نسخن طلع منها. بس عندي ار ان اي. الدرجة دي لا. او تحديدا في البكتيريات وفي الهيومن وفي الكائنات ده كله لا الا في الفيروسات. قال في فيروس اسمه ديدرو فيروس نوع من انواع الفيروس اسمه ديدرو فيروس من ضمن هو الاتش اي في عارفه ولا؟ بقى شو دي؟ نصنع بيز لا الريدرو فيروس اللي كان سنتسيس RDNA from RNA يقدر ياخذ DNA وياخذ أس RNA ويرجع شيء DNA. شو يسمو في اللحظة دي؟ قال عملية تحويل DNA إلى RNA اسمها transcription. شو اسمها؟ transcription. شو اسمها؟ transcription. تحويل ماني DNA إلى هذا دار العكس ولا فهي ريفيرس ترانسكريبشن. ريفيرس شو معنى ريفيرس؟ عكس ترانسكريبشن. سؤال هل تقدر السيلولر اورجانيزم تديرها السيلولر اورجانيزم تقدر تديرها شو معنى السيلولر؟ حيكسر مش معنى عنده خليه فيروس عنده خليه هو لا فالوحيد اللي يديرها من هو فيروسات وانا فيروسات مش كلهم شو يسموا فيهم؟ ريترو فيروس عائلة من شو شايفة السيجر هلا زي يوم تيجي لو تصير فارس مش حابة بيرسا بس هم بدل روبات فدم شو بس فتاة بدينا شو دي هلا ما ياخد الدنيا حول شو دي ده شو دي العملية عكس ترانسكريبشن شو اسمها ريفيرس ترانسكريبشن شو اسمها ريفيرس ترانسكريبشن أوكي إذا تدخل خاطر بين دي إيه وبين عربي زوسترا وسينجستا دي أوكسي مكتمل كومبليت الأكسجين تمام هذا في قايمة شو في هذا يكمل الجيميز صوص هذا يكمل الجيميز واحدة وين موجودة؟ لو أوكي هذا هيليكس هذا مش هيليكس هذا ستور جينيتيك انفورميشن هذا تيوز جينيتيك انفورميشن هذا نوع هذا مين تايب ثلاثة أنواع أساسية ثلاثة أنواع شنين أساسية في مين تايب تمام هذا ياخذ نقدر ناخذ دي ان اي وحوله يا رب ايه بس ننتجها من ار ان اي وحوله دي ان اي الا ان كيس اوف ريترو فايروس الريفايس دي هي ريفيرس ترانس كريبشن ريفيرس ترانس كريبشن في مشاكل المحاضره الجايه ناخذوها على الفيزياء ناخذ فيزياء في طلب بياخذ فيزياء باهي فنديروها على الفيزياء مش صعب انت بدك فيزياء